حقيقة يمكنني القول أنه العمل المكثف الذي دار خلال اليوم كان أساسا مركز على القضية الفلسطينية في ضوء الأحداث بالغة العنف والسوء اللي احنا بنشهدها حول غزة. ومع ذلك يهمني إطلاع الإعلام العربي على مسار اليوم، كيف تناول المجلس الوزاري وأعضاؤه كافة المسؤوليات. فبدأ اليوم بانعقاد لجنة الصومال، هي لجنة اتصال مصغرة صدر بها قرار للأمين العام بتشكيلها من دول محددة، وهي مشكلة لجنة الصومال مشكلة من البحرين وجيبوتي والسعودية ومصر وموريتانيا إضافة إلى الأمين العام. وهذه اللجنة تناولت وضعية الصومال واستمرار رفض الصومال المنطقي المفهوم لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند، إقليم صومالي لاند. واللجنة المصغرة طرحت على المجلس الوزاري مشروع بيان للمجلس الوزاري تبنيه وتم اللازم. وهذه اللجنة خلال عملياتها أعادت التأكيد على دعم أمن واستقرار وسيادة الصومال وسلامة أراضيها، ودعم الصومال في مواجهة تهديدات الاعتداء على سيادته، والتي صدر بها قرار عن مجلس الجامعة في يناير الماضي. وصدر أيضا قرار جديد عن هذا المجلس تحت عنوان دعم جمهورية الصومال الفيدرالية. والمجلس الوزاري في خلال اجتماع التشاور كلف الرئاسة بتحركات قادمة سنشهدها في خلال الأيام والأسابيع القادمة. اجتمعت لجنة أخرى، اللجنة المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. واللجنة في أدائها لعملها، هذه اللجنة الرباعية هي من البحرين والإمارات والسعودية ومصر والأمين العام، رصدت هذه اللجنة ورفعت إلى المجلس الوزاري أن هناك تطورات إيجابية في العلاقات بين تركيا والدول العربية، ودي ملحوظة يهمني الإشارة لها. هناك تطورات إيجابية في العلاقات بين تركيا والدول العربية، وقررت الإبقاء على مراقبة هذا التطور الإيجابي والمهم وضمان استمراريته في المستقبل. وصدر قرار مختصر جدا من سطرين باستمرار هذه اللجنة في المتابعة، وده تطور يعني لافت. اجتمع المجلس الوزاري، والحضور كان طيب للغاية اليوم، في اجتماع تشاوري لمناقشة قضايا محددة. هذا الاجتماع التشاوري حضره كل وزير على حدة بدون أي معاونين أو مساعدين، وبالتالي أتاح فرصة كبيرة جدا للتبادل الآراء الصريح والتحدث في كل المسائل. مسألة إثيوبيا ومذكرة التفاهم كانت مطروحة، ماذا ينبغي للدول العربية القيام به؟ وهناك مثل ما قلت تكليفات مطروح. و
أيضا طرح موضوع آخر، موضوع الأرجنتين، وحديث رئيس الأرجنتين عن فتح سفارة للأرجنتين في القدس، وهناك تكليفات صدرت ونقاشات دارت وتحليل للوضع، تحليل وتحليل عميق يعكس الفهم الدقيق للآليات الأرجنتينية الداخلية بهذا الموضوع. بحث أيضا الموضوع لجوء الفلسطينيين والجامعة العربية إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، وكيفية تعزيز الجهد الفلسطيني العربي في هذا الصدد. بحث موضوع المحكمة الجنائية الدولية والدعوة اللي رفعتها حكومة جنوب أفريقيا، وكيف يمكن للعرب المساهمة فيها ودعمها والمشاركة في كشف كل ما وقع من مذابح وعملية الإبادة اللي بتمارسها إسرائيل. فدي كلها كانت مسائل، بالإضافة طبعا إلى حتى بحث تنظيم العمل خلال هذا الاجتماع وتنظيم العمل في مستقبل الأيام للمجموعة العربية. وكشف هذا الاجتماع التشاوري عن فائدة كبيرة جدا تدعو الجميع للتمسك بهذا النهج، أسلوب التشاور، لأن التشاور الوزراء أمضوا حوالي ساعتين كاملتين يتناقشوا في مسائل كثيرة جدا بمفردهم. زي ما بقول القضية الفلسطينية كان استحوذ الكثير من المناقشات. وفيما يتعلق بكلمات الوزراء، صحيح سلموها للأمانة العامة بناء على توافق فيما بينهم أنه نركز على حديث وزير خارجية فلسطين وحديث الأمين العام باعتبارهم دول بيمثلوا، بالإضافة للرئاسة والرئاسة السابقة، لهذا الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية. صدر في موضوع فلسطين 8 قرارات تغطي كافة القضايا والمسائل المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. أخيرا طبعا صدر مجموعة كبيرة من القرارات التقليدية اللي هي متكررة أو في إضافات على قرارات سابقة، شيء يعني هيحتاج من كل واحد من رجالات الأعلام وسيداته أنه يمضي ليلة كاملة لقراءة هذا الملف، وهو ملف مفيد يكشف فلسفة العمل العربي. يعني بعض البشر، بعض الناس تقول إيه؟ ما هي قرارات حدش، لا دي بتعكس مفاهيم وبتعكس سياق عام لمرحلة تاريخية هي اليوم وعام أو عامين مضيا وعام أو عامين أو 3 أو 5 قادمة. هذا كله هو جهد اليوم، وتمنياتي لكم بالتوفيق دائما. شكرا.